وفيك بارك الله. مرحبا بك معنا اخويا ايميشون دو تيلي تاكسي المربوح، نوصلوك حتى البيار وتزيد تربح معنا دراهم، بيها كونديسيون لازم تجاوب على الاسئله تاعنا ان شاء الله. ان شاء الله راك معنا. بسم الله توكل على ربي. دو لو جو تاعنا راك مستعد؟ بسم الله ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يكون ادلو بسالم صح. يعني اللعبه تاعنا سهله، تقدر تربح حتى 20000 دينار. والسؤال الاول تاعنا تاع اليوم راح نبداو بسؤال ديني، واللي هو يقول اعطينا اول بيت بني في الاسلام. خذ وقتك في الاجابه. اول بيت بني في الاسلام، وبهذا كي تعطينا الجواب راح تربح معنا 2000 دينار. ما باش ما تقولش طرام رام هنا. تقدر تربح 20000 دينار. جاوب برك على الأسئلة. هاي السؤال الأول، أنا أقولك سؤال سهل يعني ما روش صعب كثير. المكان هذا والجواب صحيح، عندك درك 2000 دينار. هذا نعم بيت الله الحرام هو أول بيت بني في الإسلام. نعم نعم. وبهذا الجواب راك ربحت معنا 2000 دينار. صح. قول لي أنت وش تخدم؟ أنا ماش خدم بهذا الساعة. بالك بالمبلغ المالي هذا راح تقدر إن شاء الله نستنفع به. الله تستنفع بإذن الله. راك تعرف كش ما تشري في رمضان ومن قبل لوز لبيا 200000 صافا ديجا عندك 200000 يعني ما شاء الله. السؤال الثاني يقول نعم ما هو الحيوان الذي اذا فتحنا فمه لازيد من دقيقه يموت؟ هذا الحيوان عندما نفتحوا له فمه اكثر من دقيقه نعم يموت، ما يقدرش يعيش. الحيوان بري او مائي؟ هنا لو كان نجاوبك راح نعاونك بزاف، لكن صح هذا انديش ديجا كي خممت بهذه الطريقه راك يعني راح متجه يعني للجواب الصحيح ان شاء الله. الحيوان برمائي كثيرا. ما كاش حيوانات برمائيه بزاف. تقدر تلقاها. الضفدع. ممتاز وجواب صحيح. الضفدع. عندك معنا 4000 دينار. وفيك بارك الله. صح. نروح للسؤال الثالث. هذا صعب اكثر لكن فيه 4 اقتراحات. السؤال تاعنا يقول تبع ركز بيان معنا، الدولة الإفريقية الوحيدة التي لم تخسر هذا ان شاء الله. لازم تحبط. لازم اصبر شوف. راح تقدر تحبط. احبط خويا ونكتفي بالجواب هذا.
معليش هذه هي، هذا هو يعني الهدف من اللعبه. ممكن هذاك اللي راح تقصيه راح يعطيك سؤال جواب صحيح، ممكن ما يعطيك جواب صحيح. الملعب تاعو كان يبان لي كان متاكد صح صح. انا قلت لك استعطيت لك اون شونس وقلت لك ممكن يتكلموا الانجليزيه صح. قلت لك ممكن تستعمل يعني جوكر ثاني ولا ثالث حتى تلقى الاجابه. تغيير يعني السؤال، كنت قادر تغير السؤال وكنت فوالا كنت قادر تستعمل لي جوكر تاعك. معليش ان شاء الله معليش معليش، راك ربحت فيها كرسه و 4000 دينار مهدة من قناة النهار. الحمد لله بارك الله وفيك. بارك الله الله خير فوالا فوالا. كنت قادر تربح معنا 20000 دينار قدر الله ما شاء، لكن هذه كافيو. ربي يجزاكم الله خير. جزاكم الله خير. تفضل تفضل. كلمة أخيرة ممكن تقولها ولا؟ جزاكم الله خير وربي يوفقكم في الحصة ديالكم إن شاء الله. الله يسلمك. شنو نقول لكم؟ في الله كاع شاركوا في هذه الحصة إن شاء الله وتربحوا كاع إن شاء الله. هذا واش نقول لكم؟ إن شاء الله ربي يوفق قناة النهار ويجوزوا برامج كيما هذه تنفع الشعب إن شاء الله. السلام عليكم. ربي يحفظك. آمين. السلام عليكم. أربعة آلاف دينار. ما بلوت هنا؟ لا. تفضل خويا. باريال لاريال خويا. باريال ها صح. لا يبارك بسم الله. الله يسلمك. هذا ما نهرسوش من جهه. ما يترجع ما كاينش. هذه الكاميرا كاميرا كاشي ولا شنو؟ مرحبا بكم معنا في الطاكسي المربوح. الله يبارك. نوصلوكم لباب الواد وتزيدوا تربحوا معنا دراهم. ان شاء الله. فوالا غراتويت ما تزيدوا تربحوا دراهم، مي اكونديسيون لازم تريبونديو على لي كيسيون تاعنا. ان شاء الله. واجدين؟ تكل على ربي. تكل على الله. هيا بسم الله. هكا تخال هواري. رمضان يوم جاي. لا لا سي فو ترجو دو شونس اليوم. هاي نبدأ بالسؤال الأول. تفضل. هاي تريفيا. من هي أول دولة اعترفت بإسرائيل؟ هذا السؤال الأول. باش نتفاهموا مليح، خذوا وقتكم بيان سور باش تخموا على ريبونس. عندكم خمس أسئلة، وبهذه الخمس أسئلة تقدروا تربحوا 20000 دينار. سؤال الأول 2000 دينار، سؤال ثاني 4000 دينار، سؤال ثالث 6000 دينار، سؤال الرابع 10000 دينار، وبيان سور لا سيكيام كيستيون 20000 دينار. وابارتي دو لا دوزيام كيستيون ابتداء من سؤال ثاني عندكم 3 جوكر. فوالا. تسمى كي تريبونديو على لا بروميير كيستيون عندكم ديجا 2000 دينار، وزدنا نعطيكم 3 جوكر اللي تقدروا تستعملوهم. معليش. تفضل. وانت هو سامع يا خويا واش من الإذاعة واش من كذا؟ نهار تي في، راكم على قناة نهار تي في وجوزو في رمضان بإذن الله. عاود سؤال، من هي أول دولة اعترفت بإسرائيل؟ أول دولة اعترفت بإسرائيل. أمريكان. هيا زيد خمم. أمريكان. فيها فيها إمكانية تقريبا. اللهم شكون قلت لي؟ جواب تاعك الولايات المتحدة الأمريكية والجواب صحيح. وربحت معنا 2000 دينار. نروحوا لسؤال ثاني الان. راك واجد؟ ان شاء الله. بيان سور سؤال ثاني راح يكون في ديفيسيل، يكون صعب اكثر. والسؤال تاعنا يقول الحبايب اللي كاع عندكم مزوجين الله يبارك، اسم الكريم؟ رضا. رضا فوالا. رضا زوجة تاعك اوتوماتيكمون تقبل ودنها. هكذا نسى توعنا كامل تقبين ودنهم باش يديروا المناقش. قل لي من هي أول امرأة قامت بثقب أذنها؟ هذه فقط الإسلام ولا قبل؟ خمم شوية خمم شوية، بالك تكون سمعت بها مقبل بالك، وما تنساش بلي عندك 3 جوكر تقدر نقدر نقاري لك نحبسه تروح تقصي أي واحد في الشارع نعطيه لا كيستيون ريبوندي لك تجي تعطيها لي. انا نعيط. فوالا راك تعرف تعيط. اصبر نعيط. في التليفون. ولا حاجة ثالثة نغير لك سؤال. اصبر نعيط. هاي بسم الله.
أي اللي هو ريعه وصح شوية راه. هكذا. يقسم خليك. نعرف لها. هاي. دونك هكذا نوتيليزيو الدوزيام جوكر. نروحو لسؤال اخر. هذاك شويه صعب اكثر ولا نسهلوك الحاله؟ سهل ربي سهل عليك. قول لي انت واش تخدم في الدنيا هذه؟ انا تاجر. تاجر الله يبارك. تسرع في الإجابة لكن معليش عندك 2000 دينار راك ربحت معنا اليوم 2000 دينار الله يبارك والبركة عليك صح قلنا واش دير بهم؟ واش دير بهم؟ 200 ألف هكذا تركب في الطاكسي كرسة خالصة زيد 200 ألف ولا شي نشوف الفاكهة وتسمع الهواري زلابية والقلب اللي الله يعافيك باش المعلومة تكون فقط إقليم الباسك جاي في إسبانيا يعطيكم الصحة وشكرا على المشاركة تاعكم بيان سير قول الكلمة تاعك بيان سير قبل ما تخرج هاوليك جيت الكاميرا مان هاوليك برا هاوليك الله يبارك خويا كل عام بخير ان شاء الله نسمو بصحة الله يا خويا وسماعي المسلمين كاع ان شاء الله نسمو بخير ان شاء الله والدنيا هانية ان شاء الله اروح خويا هاي لك 2000 دينار تاعك يا خويا بارك الله فيك بالبركة عليك ان شاء الله يحالفك الحظ مرة أخرى ان شاء الله يا خويا الله يستر صح